بالنسبة لإيران طبعا هذا ينهي، وأي شيء آخر ينهي. كل ما تريده القيادة الإيرانية الآن، وهذا أصبح واضحا، هو سيولة. هم في أزمة خطيرة فيما يتعلق بالسيولة لاستمرار النظام، لاستمرار المدفوعات، ليس فقط لقوى النظام ولكن حتى للميليشيات المنتشرة من العراق إلى سوريا إلى لبنان مع حزب الله والحوثيين في اليمن. الآن القيادة الإيرانية تقول أنا أريد من واشنطن أن تأتي، أن تعود إلى الاتفاق، وموضوع الباليستي والصواريخ نتكلم عنه فيما بعد. هذا الموقف الإيراني. في واشنطن هنالك من يقول للإيرانيين إذا أردتم منا العودة إلى هذا الاتفاق، نحن وقعنا الاتفاق في العام 2015، وأنتم خلال الخمس ست سنوات الماضية عدلتم بكثير من التصرفات، ما يسمى البيهيفيور، وبالتالي علينا أن نجلس من جديد لنتفق على خارطة الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وإذا أردتم منا أن نعود ونفتح يعني مجال للسيولة لكي تعود لهذا النظام، عليكم أن تناقشوا موضوع الصواريخ.